هنروح لحاجه تانية وخاصه بمنتخبنا هنا، نتكلم عن الجهاز الفني للمنتخب الاولمبي تحديدا بقياده طبعا ميكالي، ان هم بداوا في عقد عده اجتماعات عشان يجهزوا بقى للمعسكر شهر نوفمبر المقبل، وده استعدادا لاولمبياد باريس. كل التوفيق ليهم ان شاء الله، ماشيين بخطوات كويسه لحد دلوقتي. ميكالي كان مع محمد بركات عضو اتحاد الكره والمشرف على المنتخب، كان حسم الوديات اللي هياخدها المنتخب في الفتره من 13 ل 21 نوفمبر. طبعا زي ما حضراتكم عارفين واحنا عارفين، ميكالي حصد ذهبيه الاولمبياد قبل كده مع المنتخب الاولمبي للبرازيل، واكيد بنتمنى كمان ان اتحاد الكره على الصعيد بقى بتاعنا يوفر ليه كل المتطلبات للاستعداد لباريس عشان يقود برضو منتخبنا حصد ميدالية مماثلة، لأن برضو في الأول وفي الآخر أعتقد أنت ما عندكش كوادر تقل يعني بنسبة كبيرة فنيا، بالعكس عندك أسماء كويسة جدا، عندك بوتنشال رائع جدا، عندك حراسة المرمى مركز أكثر من مهم، عندك حد يعني حمزة علاء، لا في عندك يا كريم سكواد برضو إن شاء الله تقدر أن أنت تحقق بيه. وأعتقد السكواد الموجود ده دلوقتي يعني مش هقول مش هيجي حد قريب شبهه، لكن لازم يتم استغلاله بشكل كبير، يعني لازم يتم استغلاله بشكل كبير. عندك كوادر كويسه جدا كمان في الجهاز الفني، وعندك دلوقتي ميكالي اعتقد مدير فني يعني رائع جدا بسي في كبير جدا، فايه اللي ينقصنا يعني نتمنى. يعني بالنسبه للاهلاويه بصفه خاصه فيما يتعلق بالنادي الاهلي اعتقد ان كل مرضي وزياده، لكن فيما يتعلق بقى بالمنتخبات فاحنا كلنا مستنيين اللحظه اللي احنا مستنيينها بقالنا فترة طويلة الحقيقة، ومش عارفين طولت ليه. محتاجين بقى ان منتخباتنا تفرحنا، منتخب الشباب، المنتخب الاول، المنتخب الاولمبي، احنا مستنيين نشوف فرحة جايلنا من قبل المنتخبات المصرية المختلفة بما يتماشى مع ثقة لاسم مصر اللي بيلابسين تيشيرته اللعيبة كلها في المنتخبات يعني على اختلافاتها.